يا حسن الشيخ عم يقول تحت الباب ابشر لعيونك ابشر. رأيي اول شيء بروح في هذا لا طول بالك طب طيب ما لازم تصير من هنيك من هنيك ومن هنيك غطي على اللي نتلة تحت نكونك هتشوف هذا اعطينا القمصان وراي غطي لك هو غطي لي من المحل كيفك مع خالد يا شيخ مع خالد مع خالد شوف الشيكة شوف الشيكة مبينة ما بيجي بعد ما لازم بطول شيل انا التراب بجيب زوم ايه شنو عليك